السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا عايزين نشرح النهارده البلمونري هايبرتنشن. فكرة البلمونري هايبرتنشن هو الضغط في البلمونري ارتري، المفروض ان هو في الطبيعي يعني حوالي 10 و 3 يعني 14 بلس اور ماينس 3، يعني تقريبا حوالي 10، هنقول 10. الضغط لو بدأ يزيد فيه لحد 15 لحد 20 تمام، لكن لو بدأ يزيد يعني مرتين ونص قد ال 10 كده هيعمل لي كده هيبقى خطر بقى، هيعمل لي شويه اعراض هنشوفها دلوقتي. يعني لو بدأ يزيد زياده عن 25 اللي هو المين ارتري، المين بلمونري ارتري بريجر، بدأ يزيد عن 25 هيبدأ يعمل لي شويه اعراض كده هناخدها دلوقتي، وهيبقى خطر وممكن يموت العيان. دكتور قال حرفيا العيان ده لو شخصته هو اصلا ما بيجيلكش الا لما يبقى سيمتوماتيك، مش بيجيلك في الاول كده، وبيجيلك بضغط عالي قوي. يعني قال لك يعني ارقام غريبه كده، وقال لك العيان ده احنا بنقف نتفرج عليه وهو بيموت غالب، او ان السيستوليك ارتر بريجر يبقى اكتر من 40. واحنا عارفين ان اي ارتر ليه سيستول ودايستول، يا اما السيستول بتاعه اكتر من 40 يا اما المين على بعض اكتر من 25. عشان نقيس البلمونري ارتري ونقول ان هو عنده بلمونري هايبرتنشن، في طريقتين. في طريقه انفيسيف ان احنا نخش عن طريق الفيمورال فين ونوصل لحد الرايت فينتريكل، ونخش من الرايت فينتريكل على البلمونري ارتري ونقيس الضغط جواها بحاجه اسمها سوان جانز كاستر. ده طريقه انفيسيف، هتدخل العيان في مشاكل ومخاطر. وفي طريقه نون انفيسيف كده عن طريق ان احنا بالايكو بجهاز الايكو العادي السونار العادي بنقيس سرعه الترايكاس ريجيرج فيلوسيتي، بنقيس السرعه بتاعه الريجيرج على الترايكاسبيد، ومن خلال معادله كده بنحسب بيها البلمونري ارتر بريجر. والدكتور قال المعادله دي يعني ممكن يجي عليها سؤال، قال لك ان احنا بنضرب 4 في اللي هو الترايكاسبيد فيلوسيتي، ترايكاسبيد ريجيرج فيلوسيتي، ونضيف عليهم اللي هو الرايت اتريال بريجر. البريجر في الرايت اتريوم يعني بنعتبره 10 على طول، يعني سواء هو اديها لك في المساله او مش اديها لك هو بنعتبره 10. فالمفروض من المعادله دي بنبدا نحسب البلمونري ارتري. نقول مثلا الفيلوسيتي كانت 3 مثلا، ف 3 تربيع اللي هو 9، 4 في 9 ب 36، هنضيف عليهم 10 يبقى 46. يبقى لو اداك مثلا رقم قال لك اللي تركز بالفيلوسيتي 3 واحسب لي البلمونري ارتري، هنحسبها بالطريقه دي. وبرضو الارقام دي الدكتور قال ممكن تجي ام سي كيو، اللي هو ال 25 وال 40، المين والسيستول. ازاي بيحصل بلمونري هايبرتنشن؟ في كذا ميكانيزم ممكن تحصل باي حاجه من الحاجات دي، يا اما يبقى في لانج ديزيز تعمل لك هايبوكسيا. عارفين ان الهايبوكسيا في الجسم كله بتعمل فازودايليتيشن عدا على اللانج بتعمل فازوكونستريكشن. فالفازو كونستريكشن ده هيرفع البلمونري ارتري بريجر وهيعمل لي بلمونري هايبرتنشن. قال لك الهايبوكسيا بتعمل فازو كونستريكشن، اي امراض في اللنج بتعمل هايبوكسيا زي السي او بي دي والالفولار هايبوكسيا اللي في الابنيه والحاجات دي. برضو نقص الاريا بتاعت البلمونري فاسكولار بيد ممكن تعمل لك بلمونري هايبرتنشن زي الامبوليزم يعني والحاجات دي، زي البلمونري امبوليز وزي الدراج والتوكسين اللي بتتكسر في الالفيولاي فتقلل الفاسكولار بيد، زي الكولاجين ديزيز والاتش اي في وكده. وبرضو حاجات الفوليوم اوفرلود ممكن تزود البلمونري ارتري. وقال لك ان هو يعني ما بيبقاش يظهر او يعمل بلمونري هايبرتنشن الا لو بدا يزيد مرتين ونص قد البيز لاين بتاعه اللي هو يعني حوالي 10 زي ما الدكتور قال. حاجات الفوليوم اوفرلود اللي تعمل بلمونري هايبرتنشن زي لو في شنط من الليفت للرايت، حاجات الاي اس دي والفي اس دي، والاي اس دي والفي اس دي الحاجات دي اصلا في الاول بتعمل ليفت تو رايت شاين، ليفت تو رايت شنط. لو بدات بقى الحاله نجلكتد وما عالجناهاش وكده في الاخر هيحصل بلمونري هايبرتنشن، هيحصل رايت فينتريكولا هايبرتروفي، وهتعمل ايزن مينجر. ايزن مينجر بدات تحصل الشنط من الرايت للليفت. وبرده البي دي اي والحاجات دي. ولو في بورتو بلمونري هايبرتنشن برده، عينين ليفر بيبقى عندهم بلمونري هايبرتنشن بان كلير ميكانيزم مش واضح قوي. لما يبقى معاه بلمونري بورتال هايبرتنشن بيحصل بلمونري هايبرتنشن، الميكانيزم مش واضح قوي يعني. وبرده حالات البريجر اوفرلود، احنا عشان الدم يتنقل من الرايت فينتريكل للبلمونري لازم الضغط في الرايت فينتريكل يبقى اعلى من البلمونري،
وعشان الضغط يتنقل من البلمونري فين للليفت اتريوم لازم الضغط فيهم يبقى اعلى من الليفت اتريوم. فلو البريجر اللي قصاد البلمونري عالي كده مش هيعرف يعني كده مش هيعرف الدم يعدي من البلمونري للليفت اتريوم، فبالتالي هي الضغط هيرتفع فيه اللي هو البريشر اوفرلود. زي مثلا لو في مثلا مايترال ستينوزس، مثلا زي لو في اورتيك ستينوزس، زي لو في مثلا رايت ليفت فينتريكولار فيلير مثلا او الحد دي. بيقسموا البلمونر هايبرتنشن اربع كلاسز، في اول على حسب يعني السبب بتاعها، في جروب A او كلاس A اللي هو البلمونري ارتيريال هايبرتنشن، ده اللي هو السبب بتاعه مش معروف، ده اخطر نوع فيهم. احنا مش عارفين السبب، غالبا احنا مش عارفين السبب ايه، يا اما ايديوباثيك، يا اما كولاجين ديزيز زي سيستم كلوبس والروماتويد والحاجات دي، يا اما كونجينيتال بتاعه الشنط اللي هو الليفت تو رايت شنط زي الفي اس دي والاس دي والحاجات دي، يا اما اللي هو قلنا عينين الهيباتيك اللي عندهم بورتو بلمونري هايبرتنشن، يا اما عين السيكل سيل او عين الشستوزوما. وعين الشستوزوما الدكتور قال ان هم بيبقى عندهم في الاكس راي حاجه اسمها دامبل ساين، عين الشستوزوما بيبقى بيحصل رايت فينتريكولار انلارجمنت، ف الرايت بوردر والليفت بوردر بتوع الهارت بيكبروا، فبيعملوا لي حاجه اسمها دامبل ساين كده. قال لك ممكن تيجي جمله ان سي كيو عن الاتش اي في، عن الدراج والتوكسين، يعني هو جروب ايه او كلاس ايه احنا مش عارفين السبب بتاعه، والعين ده بيبقى سيفير فورم يعني، فبنبدا نتعامل معاه سيمتوماتيك وخلاص، ويعني ربنا يسهل من عنده. عينين جروب بي بقى، او وده الموست كومن، اشهر حاجه في اشهر سبب للبلمونري هايبرتنشن اللي هو حصل ليفت فينتريكولار فيلير او ليفت فينتريكولار ديسفانكشن. الليفت فينتريكولار ديزيز عموما فحصل كونجيشن في الليفت سايد، فبدا يرد على البلمونري فعمل لك بلمونري هايبرتنشن. زي مثلا يا اما مشكله في يا اما حصل مثلا ليفت فينتريكولار فيلير او ليفت فينتريكولار ديسفانكشن، يا اما حصل مشاكل الفالفات سواء ميترال ستينوزس او اورتيك ستينوزس او كده. الجروب 3 بقى ده بسبب هايبوكسيا، بسبب لانج ديزيز عمل هايبوكسيا، زي السي او بي دي مثلا، يا اما بارينكمال زي السي او بي دي والانترستيشال فيبروزس، يا اما كرونيك الفيلار ديزيز زي السليب ابنيا وزي الهاي اتيتيود والحاجات دي. العين رقم الجروب رقم 4 بقى، وده الاكيوت فورم، الحاله الوحيده اللي هتيجي لك اكيوت اللي هو كان امبارح سليم النهارده جاي لك بديزنيا واعراض البلمونري هايبرتنشن، ده حصل له امبوليزم، ده اللي هو اسمه كرونيك ثرومبو امبوليك بلمونري هايبرتنشن. قال لك الدكتور اي عيان يجي لك باكيوت ديزنيا واحنا مش ما عندوش ليفت سايد هارت فيلير ولا عارفين السبب، اعتبره بلمونري امبوليزم انتل بروف اذروايز، اعمل تحاليل وحتى ممكن تعالجه لو انت مش متاكد على انه بلمونري امبوليزم. وده العين اللي بيجي لك اكيوت بيبقى الرايت فينتريكول والرايت اتريوم نورمال، فيهم نورمال سايز، ما حصلش فيهم سترين ولا حصل فيهم هايبرتروفي ولا حصل فيهم فيلير ولا اي حاجه. اخر حاجه بقى او جروب 5 دول بلمونري هايبرتنشن ومالتي فاكتوريال، يعني كذا ممكن كذا حاجه هي اللي عامله البلمونري هايبرتنشن مش حاجه واحده بس، والسبب يعني الميكانيزم اللي عامل البلمونري هايبرتنشن مش كلير قوي. زي عينين الهيماتولوجيكال ديزيز اللي هو السيكل سيل والميلوبروليفريتيف ديزيز مثلا والحاجات دي، عينين السيستميك ديس اوردر زي الساركودوزيس، عينين الميتابوليك ديس اوردر، عينين لو حصل مثلا كومبريشن على البلمونري فين من بره، الليمف نود كبرت مثلا ولا في كارسينوما ولا كده، فبدات تضغط على البلمونري فعملت لك بلمونري هايبرتنشن. العين ده هيجي لك بايه؟ هيجي لك يا سيدي باول حاجه السبب اللي هو عنده السيمتوم بتاعت الاندرلاين كوز، زي احنا قلنا جروب 2 بسبب ليفت سايد هارت فيليا، لو هو عنده جروب 2 بالمونري هايبرتنشن هتبقى عنده علامات الليفت سايد هارت فيليا اللي هو اللوكاردياك اوتبوت والكونجيشن والحاجات دي. لو بقى جروب 3 مثلا اللي هو عيان الهايبوكسيا، عيان لانج ديزيز عامله هايبوكسيا وهي اللي عملت البلمونري هايبرتنشن، تبقى عنده اعراض الهايبوكسيا واعراض الديزيز اللي عنده، هيبقى جاي لك بايه تاني غير اعراض الاندرلاين كوز؟ هيبقى جاي لك بلو كاردياك اوتبوت. طب ليه لو كاردياك اوتبوت؟ احنا قلنا الدم عشان يتنقل من الرايت فينتريكل لللانج لازم يبقى الضغط في الرايت فينتريكل اعلى، وفي حاله البلمونري هايبرتنشن الضغط في البلمونري اعلى، فالرايت فينتريكل مش قادر يتغلب على الضغط ده، فبالتالي الدم اللي بيوصل قليل، فتعمل لك فالدم اللي هتبعته للليفت سايد هتبقى قليل، فتعمل لك لو كاردياك اوتبوت.
وهتعملك ديزني برضه. والديزني هنا ممكن لها كذا سبب، مش سبب واحد في الصرف، كذا سبب. اول حاجه قال لك اللي هو الريفرزد برنهام افكت. يعني ايه ريفرزد برنهام افكت؟ الطبيعي ان الليفت سايد الضغط فيه اعلى من الرايت سايد، فده يضغط على الرايت سايد وعادي، المشكله دي موجوده، الحاله دي مش مشكله، موجوده طبيعي والقلب بيعرف يتعامل معاها. في حاله البلمونري هايبرتنشن بقى الضغط في الرايت سايد بيزيد، فبيبدا يضغط على الليفت سايد. لما يبدا يضغط على الليفت سايد هيعمل لي، هيزود الضغط فيه، وما يزود الضغط فيه هيعمل لي كونجيشن. الكونجيشن ده هو اللي هيعمل لي ديزني. ده اول حاجه. تاني حاجه، لو مثلا هو كان عنده ديزني من الاول اصلا نتيجه المرض اللي عنده، كان عنده ليفت سايد ظهرت فيليير، ليفت سايد ظهرت فيليير او لونج ديزيز مثلا او حاجه، وهي اللي عامله له ديزني. قال لك ان العين ده بيبقى عنده برضو ريتروسترنال بين، والريتروسترنال بين سببها اما اللوكاردياك اضبط. ما العين ده عنده لوكاردياك اضبط، وعارفين ان اللوكاردياك اضبط بتعمل على الدماغ هيديك وسينكوب وبلورنج اوف فيجن، بتعمل على القلب انجينا، بتعمل على المصل انترميتنت كلوديكيشن وايزي فاتيجابيلتي والحاجات دي كلها. فمن ضمن الحاجات اللي بتعملها اللوكاردياك اضبط الانجينا، فممكن تبقى الشيست بين ده نتيجه اللوكاردياك اضبط اللي عنده. وممكن برضو نتيجه الدايليتيشن بتاع البلمونري ارتري. ما البلمونري ارتري حصل البريشر في الجوع عالي، فيحصل فيه دايليتيشن، فيبدا يضغط على الكورونري، فيعمل لك نوع من انواع الاسكيميا، يعني تعمل لك شيست بي. قال لك ان الاكيوت ديزني تعتبرها بلمونري امبوليزم انتل بروف اذروايز. طب العيان ده هنلاقي عليه ايه الصاين اللي هنلاقيها عليه؟ العيان ده عنده بلمونري هايبرتنشن. لما نيجي نبص عليه هنلاقي نتيجه البلمونري هايبرتنشن ده الريد فينتريكل بيكبر، فالريد فينتريكل لما بيكبر بيحصل شيفت للايبكس بتاع الهارت اوتورد. فقال لك الايبكس هيبقى شيفتد للليفت، هيبقى في بلسيشن نتيجه الهايبرتنشن ده، هيبقى في بلسيشن في البلمونري اريا اللي هو الليفت سكند انتركوستال سبيس وللبر استرنال اريا، وهيبقى في ايبيجاستيك بلسيشن نتيجه الار في اللارجمنت ريد فينتريكل لارجمنت، هيبقى في ايبيجاستيك بلسيشن. بالبلبيشن هنلاقي البلسيشن برضو في الاماكن دي، بس بدل ما بنشوفها بنحسها. والايبكس هنلاقي ان هو شيفتد للليفت، وهنلاقي ان هو ديفيوز، عارفين ان اللي عامله الايبكس بتاع الهارت مينلي يعني معمول من الليفت، فبتبقى لوكالايز. لكن لما الرايت فينتريكل يكبر هو هتبقى الضربه ديفيوز شويه، ما عادش لوكالايز، وهيبقى المفروض ان هي يعني بتبقى هيحصل برضو ريتراكشن ديورنج السيستول نتيجه الرايت فينتريكولار اللارجمنت. البركشن قال لك ما عادش بيتعمل في الهارت بركشن. الاوسكالتيشن اس 1 طبيعي نورمال، احنا ما جيناش جنبه. اس 2 هتلاقيه اكسنتويتد، هتلاقيه الصوت عالي. ليه؟ لان الضغط في البلمونري زاد، فيبدا يرزع البلمونري فالف جامد، فالصوت هيبقى عالي وهيحصل فيه نارو سبليتنج. يعني ايه نارو سبليتنج؟ المفروض طبيعي ان الاورتيك فالف بيقفل قبل البلمونري، فبيبقى فيه سبليتنج في مسافه كده بين الاثنين صغيره. المسافه دي هتبدا تقل لان البلمونري عاد بيقفل بسرعه. هتلاقي طبعا اس 4 لان الضغط في الرايت فينتريكل عالي، نتيجه لكده الاتريوم هيبدا يضخ بقوه عشان يتغلب على الضغط ده، فيعمل لك اس 4. وهتلاقي مرمر لو حصل تراكاز بدريجرج مثلا ولا حاجه. الاس 4 هتسمعه على البلمونري اريا، مش على الابيكس. بيقول لك لو حصل بقى رايت فينتريكولار فيلير، هتلاقي بقى علامات الكونجيشن الاسايتس والايديما واللي هو البيري اوربيتال ايديما والبريفرال ايديما بتاعت الليج. ممكن تلاقي اسايتس، ممكن تلاقي هيباتو جوجلر ريفلكس، ممكن تلاقي كونجستد نيك فين، الحاجات دي كلها بقى لو بدا يحصل رايت سايد ظهرت فيلير. ولو حصل رايت سايد ظهرت فيلير هتسمع اس 3 بقى نتيجه الفوليوم اوفرلود وكده. الانفستيجيشن اللي هتعملها للعيان ده، اي انفستيجيشن عندنا في الكارديولوجي بنعمل اربع تحاليل، الشيست اكس راي والاي سي جي والايكو والكاسترايزيشن، دول حطهم في اي حاجه. لما تعمل شيست اكس راي هتلاقي، هو قال لك الدكتور لما بنعمل شيست اكس راي العاديه الطبيعي لو قسمت اللنج لثلاث كده بالطول، في اللي هو الميديال وفي الميدل وفي اللي هو اللاترال. الميديال ده بيبقى باين فيها اللي هو البلمونري فيسلز واضحه قوي، الميدل بتبقى يعني مش زي الميديال، بتبقى اقل شويه، اللاترال بتبقى يعني ضعيفه فيها شويه. في حاله البلمونري هايبرتنشن لا، انت مش بتلاقيها واضحه في الميديال بقى، لا ده انت بتلاقيها دايليتد كمان كده، ويعني انلارجد واضحه قوي.
البريفرال ده في الـ في الـ في الـ في الطبيعي كنت بتلاقي فيها، بس كنت بتلاقي فيها ضعيف. لا هنا هتلاقي فيها التنويشن بقى في الـ في الـ في البريفرال فيسلز، هنا هتلاقي فيها التنويش اسمها برينجينج افكت. لما تيجي تشوف القلب الطبيعي ان الكاردياك شادو القلب واخد مساحه 40% من مساحه الشيست كله، لا في الطبيعي بقى هتلاقي القلب بدا يحصل له انلارجمنت والريشيو ده بدا يقل. الريشيو ما بين الكاردياك والثوركس يعني بدا يبقى 50% ولا حاجه او 60 كمان، هيحصل بلجنج للرايت سايد. والويست بتاع الهارت هيحصل فيه اوبليتريشن، قلنا الويست في 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 محاضره الانترودكشن. الساين بتاع هتلاقي برضو الساين بتاع الكوز لو هو عنده ليفت سايد هارت فيلير هتلاقيها برضو في الشيست اكس راي. الاي سي جي هتشوف عليه ايه؟ نتيجه الرايت فينتريكولار هايبرتروفي هتلاقي الار ويف بروميننت. الرايت فينتريكل بنشوفه في V1 وفي 2 فهتلاقي فيه الار ويف بروميننت. وممكن تلاقي لو حصل فيه سترين بقى، لو حصل فيه رايت فينتريكولار سترين او رايت فينتريكولار فيلير هتلاقي نتيجه الاسكيميا وكده يعني هتلاقي اس تي ديبريشن في V1 وفي 2. بس خد بالك لو عشان تقول ان هي بسبب الرايت فينتريكل سترين لازم يبقى الاثنين مع بعض، لازم يبقى في بروميننت ار في V1 و2 ولازم يبقى اس تي ديبريشن في V1 و2. طب لو كان اس تي ديبريشن في V1 و2 بس ما معهاش بروميننت ار يبقى ده ما هوش بسبب الرايت سايد سترين، ده ليفت فينتريكولار فيلير مش رايت. الطبيعي ان الاس اكبر من الار في V1 و2 بس ما حدش اتلخبط. بالايكو برضو هنشوف احنا قلنا عملنا معادله فوق في المحاضره من فوق عشان نحسب بالايكو اللي هو البريشر في البربونار. فالايكو ممكن نستخدمه هنا وممكن نستخدم الدوبلر عشان نشوف اللي هو الفنتريكولار سيستوليك بريشر. ممكن نستخدم الكاستر عشان الدايركت ميثود بقى ونقيس، وهو ده يعني الطريقه الاكيده اللي تقول ان ده ان الضغط عالي في البلمونري. حاجات تانية ممكن نعمل بالمونر فانكشن تيست، ممكن نعمل سي تي انجيو عشان لو شاكين في بالمونر امبوليزم ولا حاجه يورينا الفيلينج ديفكت. ممكن نعمل سيرولوجي لو احنا شاكين في جروب لو جروب واحد، هي جروب واحد ملهاش سبب مثلا، ملهاش لا ليفت سايد ولا 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 لونج ديزيز ولا كان امبوليزم، واحنا قلنا ان هي جروب واحد اللي هي ايديوباثيك وسيفير وكده، فاحنا شاكين مثلا ان هي ممكن تبقى كولاجين ديزيز وكده زي السيستميك لوبس او الروماتويد ارثرايتس، فممكن نعمل اللي هو الانا هنلاقيه بوزيتيف في حوالي 30% من العيانين. التريتمنت اي عيان اقول له كاردياك ريهابليتيشن، حتى لو انت مش عارف الكاردياك ريهابليتيشن اقول له كاردياك ريهابليتيشن، ده بتظبط الدايت بتاعه وبتظبط بتعمل له مودريت اكسرسايز بيبقى ليه جدول مناسب كده عليه. بتعمل له برضه بتدي له اكسجين عشان تافويد الهايبوكسيا وخصوصا جروب 3. بتدي له فاكسين للنيموكوكل والانفلونزا فاكسين، لان العيان ده لو جاله اي حاجه من الانفكشن ده هتبهدله هتموته يعني. لو هي عيانه بريجننت بتديها كونترسبشن، يعني حتى لو مش بريجننت لو هي فيميل يعني بتديها كونترسبتيف فيلز عشان تمنع الحمل، ولو وحتى لو هي حامل بتخليها تسقط لان المورتاليتي ريت في الحوامل عاليه بتوصل ل 50% نص العيانين بيموتوا، فانت مش ناقص يعني. لو حصل رايت فنتريكولار انلارجمنت او سترين مثلا او فيلير او كده بتدي ديجيتاليز عشان يزود الكونتراكشن فيساعد الرايت فنتريكل ان هو يضخ كويس قصاد البريشر العالي قدامه. بتدي دايوريتك لو حصل رايت سايد هارت فيلير وحصل سيستميك كونجيشن وكده بتدي دايوريتك عشان تبدا تصفي العيان. بتدي انتي كوجلانت خصوصا يعني في جروب 4 اللي هو كلاس 4 ده اللي هو عنده ثرومبو امبوليك بالمونر امبوليز. بتدي له انتي كوجلانت وفي الادفانسد كيس برضه. السبيسيفيك عالج السبب، لو هو ليفت سايد عالجه، لو هو لانج ديزيز عالجه، لو هو بالمونر امبوليزم عالجه. ده اول حاجه. تاني حاجه لو هو مش اي حاجه من الحاجات دي يعني جروب واحد مثلا تبدا تتعامل معاه سيمتوماتيك اللي هو الحاجات دي، تدي له كالسيوم شانل بلوكر عشان تعمل فاز دايليتيشن فممكن تقلل الضغط شويه، تدي له بروستاجلاندين اجونست بتعمل فاز دايليتيشن برده، تدي له اندوسيلين ريسبتور اجونست، بتدي له اللي هو الفوسفودايستريز انهبيتور اللي هو السيلدينافيل والحاجات دي اللي هو الفياجرا والكلام ده بيعمل فاز دايليتيشن برده. الديفينيتيف تريتمنت بقى بعيدا عن كل الهري ده، هو الدكتور قال لك احنا بنتفرج عليه وغالبا بيموت يعني. الديفينيتيف تريتمنت هنا هو اللانج وهارت ترانسبلانت
ترانسبلانتيشن. يقول لك ما فيش وحدات في مصر بتعمل اللنج والهارت ترانسبلانتيشن، بيجربوا يعني يعملوا وحده في عين شمس بس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.